بناء السد، السد سيبنى وتم الاتفاق على ذلك، ونحن ليس لدينا اعتراض على هذا إلا أن يضر بالمصالح المائية المصرية. المطلوب هو أن تكون بناء السد بمواصفات لا تضر بالمصالح المصرية، ثم الاتفاق على مراحل وكيفية ملء السد والكمية التي تحتجز خلف السد وسنوات الجفاف ماذا يتم العمل فيها التي لا تسقط فيها الأمطار، ثم المشاركة في إدارة السد، لأن هذه مسألة تهم كل الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان. السد سيؤثر عليهم جميعا سواء بالإيجاب أو بالسلب.